تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في البداية نرحب بطاقم البرنامج، معنا في التنسيق ميرا الغفلي، ومعنا في الإخراج أيمن سرحيل، وتشاركني التقديم دكتورة ندى الملا. صبحت الله بالخير دكتورة، وشو هي أرقام التواصل معنا؟ صباحك ورد ونور وسرور في يوم الاثنين اللي يحبك الاثنين، صباحكم طاعة من الرحمن إن شاء الله. وأرقام التواصل معنا على 600-55-1414 ورسائل نصية على 4006، وموجودين لايف على أكاونت نور دبي على الانستغرام. طبعا مثل ما دائما نقول أرقام التواصل هاي عشان تتواصلون معنا، ملاحظات، شكوى، شكر، أي شيء تحسوا ممكن يساعد في تحسين خدمات الصحية، تحسين أداء الموظفين، تقديم خدمة أفضل لكم في القطاع الصحي في دبي بشكل خاص وفي الإمارات بشكل عام، فتواصلوا معنا عبر أي طريقة من طرق التواصل اللي ذكرناها. طيب بنبتدي حلقتنا اليوم ما نتحدث عن يعني دراسة مميزة تقول أن العلماء يكتشفون مادة تحارب الشيخوخة. تمكنت مجموعة من العلماء البريطانيون من إيجاد طريقة جديدة لتجديد شباب الخلايا الهرمة المسؤولة عن تطور أمراض الشيخوخة. ونشر موقع ساينس ديلي أن الباحثين تحت إشراف لورين هاريس أستاذ قسم علم الوراثة الجزئية في جامعة إكستر قاموا باختبار تأثير نبات الفينول ريسيفيراتول. شو هذا النبات دكتورة؟ يعني أنا حاولت أسوي عليه سيرش ما أدري، طلعت لي صور عنب، ما أعرفه صراحة نبات الفينول ريسيفيراتول، ما أعرفه. المهم هذا النبات ونظائره لها تأثير على الخلايا البشرية الهرمة من النسيج الضام الخلايا الليفية. طبعا إذا الفكرة أن هذه الخلايا تتراكم مع تقدم السن في أنسجة الجسم وتتوقف عن النمو ولا تؤدي وظائفها الحيوية، وهذا التراكم يجعل أنسجة الجسم أكثر عرضة للأمراض. وقد وجد العلماء أن الريسفيراتول الذي يوجد في الشوكولاتة الداكنة والعنب الأحمر وغيرها من الفواكه يحفز نشاط عوامل الربط في الحمض النووي الRNA، وبعد استخدام الريسفيراتور تبدأ الخلايا الهرمة باستعادة شبابها وتتجدد لديها القدرة على النمو والانشطار والتكاثر. الأستاذ هاريس يشير إلى أن هذه الخطوة الأولى في محاولة وقاية الناس من الأمراض خلال حياتهم، حيث تشير نتائج هذه الأبحاث إلى أن استخدام المركبات الكيميائية يمكن أن يساعد في استعادة الوظائف الحيوية للخلايا الهرمة. ووفقا للعلماء ستصبح شيخوخة الإنسان بفضل هذا الاكتشاف دون أمراض وآلام، ويمكن للعلاج المبني على استخدام الفينول النباتي أن يساعد في مكافحة أمراض القلب والسرطان والبارنكسون والزهايمر. اكتشاف خطير، اكتشاف جميل. يعني تعرف شو بيسوي الاكتشاف؟ يعني يعمل على تصفية الجسم من الخلايا الهرمة اللي لا تؤدي أي وظيفة، وبالتالي الإنسان تعمل خلايا بشكل أفضل. والله محمود تعرف الدقة فإنهم درسوا هالمعلومة أن كيفية هرم الجسم على مستوى الخلايا الدقيق جدا جدا جدا، فما شاء الله الطب من اختراع لاختراع. أنا أظن أن بعد يمكن مو أقل من 5 سنين أتوقع الواحد بيوصل عمره 100 سنة وشكله
نفس ما هو الحين يعني جميل كذي. هو الحين اصلا واصلين هذه يحطون ابر وما ابر الشكل ما يتغير. لا يعني حتى بدنيه يعني اعرف مذيعين من سنه ما ادري كم لين الحين ويهم نفس الشيء ما تغير. ما يقصدني انا ترى ويقصد حسن يمكن لا يقصد لا اقصد لا انت ما شاء الله انت كم عمرك دكتور؟ انا 95.5 لا لا اصغر عنك شايلك شوي اصغر زين ما شاء الله وجههم ما تغير صد محمود ترى مو دائما يكون انهم سووا شيء اتكلم عن ريايل ما اتكلم عن حريم ترى الحريم هي مو ريايل الحريم شكلهم يتغير حتى مع هذا يعني يسوون العمليات تطلع وحده حتى مع المكياج تغير الحرمان بس لا تعرف في احيانا لما الانسان يكون من داخله رضا عن نفسه وعن عن حياته تحس ان حتى علامات الكبر ترى ما تظهر عنه وايد من جد تلاقي امراض شباب صغار تحسه كانه ما احنا نقول كانه شايب بس هو يكون شباب لان تحسه من داخل هو مو راضي عن نفسه فالرضا الداخلي رضا بالقضاء والقدر والانسان يكون فيه طاقه ايجابيه من داخل ترى تاثر حتى في جسمنا يا جماعه لان عقلنا ياخذ هذه كمستقبلات انا شو افكر عن نفسي وفي حياتي عقلي ياخذه ويترجمه كمؤشرات تدخل على الجلد على الجسم من جد تلاقي في ناس صغار دائما مريضين ما شاء الله يحفظهم في ناس يجون العياده 70 سنة ما شاء الله عليهم ليه الحين بصحتهم ليش تلاقيهم دائم متفائلين دائم مبتسمين فابتسموا يا جماعة الابتسامة روحها بوابة للصحة يقولون الابتسامة دكتورة بعد تمنع التجاعيد عن الوجه هي والله صدق شفت يعني كيف ابتسمت اي ما شاء الله عليك فعلا الابتسامة تحرك عضلات في الوجه تعمل على شد الوجه فتسوي كأنه بوتوكس طبيعي يعني فابتسموا ممتاز دكتورة يعني شو الأشياء اللي ممكن الواحد يسويها أن الطيل من فترة شبابه من فترة شبابه العمر عند رب العالمين أنا أتكلم عن فترة الطيل من فترة شبابه سؤال مهم والله محمود عشان إحنا طبعا القصد أن الطيل فترة الشباب أن أكون بصحتي إلى يعني أبعد مدى ممكن يعني طبعا الشباب مو بس مظهر خارجي مو بس أن يكون مثلا ويهي في 60 نفس ويهي في 30 لا هو الصحة البدنية أن أكون صحتي طبعا محمود كيف أستثمر أنا في جسمي الأكل الصحي الرياضة حتى الرحلات الواحد يسويها لما يروح المناطق الهواء الطلق لما احنا نقول لما يتغير الجو روح مناطق الهواء الطلق يعني مناطق ما فيها بنايات ما فيها سيار وايد استنشاق الهواء هذا يساعد في تحسين معدل الاكسجين في الدم والاكسجين اساسي لعمل الخلايا لان احنا نقعد في المدينه في مكاتب مغلقه مستوى ثاني اكسيد الكربون دائما يكون عالي نتعرض دائما لهواء المكيف هواء مكيف عباره عن هواء يدخل ويتم تصفيته شوي ويرجع لنا مره ثانيه يكون عالي في ثاني اكسيد الكربون يكون عالي بالجراثيم فاستنشاق الهواء النقي نفسه هو عبارة عن باب من أبواب الصحة وطبعا يا جماعة الأكل أنا ما بقول صحي أنا ما أحب محمود مصطلح أكل صحي وأكل غير صحي الأكل المتوازن خلينا نقول يعني أكل أنا أباه ولكن بكميات زينة أهم شيء أكل آخر الليل وهذا اللي يقتل الناس ميرا اتصلي في وفاء عايش عشان بس ترد على الدكتورة ندى تقول ما تبغي أكل صحي ما بي صحي وما صحي كل الأكل زين ولكن خذوا من كل شيء ولكن بكميات متوازنة عيل اسمعي هاي الدراسة يقول لك وجد علماء من جامعة فرانسيس كريك اللندنية أن تناول الأطعمة المنخفضة بروتين منذ الطفولة المبكرة يمكن أن يساهم إلى حد كبير في إطالة العمر هذا وفق موقع فوسو أورج هني الدراسة أنا ليش أبغي أتكلم عنها لأن هم استندوا في أبحاثهم على دراسة أجروها على ذباب الفاكهة لتحديد الأمراض الجينية اللي تعاني منها والتي تشابه يعني تلك الموجودة لدى الإنسان لاحظوا بأن الذبابة تستهلك كميات قليلة من البروتينات الأمر اللي يطيل من عمرها زين وخلص العلماء طبعا غير الذبوبة هذه اللي في عراسة هذه يعني هذه عملية إعدام لكن يعني هم يتكلمون عن إطالة العمر العادي زين فخلص العلماء الى ان التأثير يعود الى الدهون التي يفرزها الجلد نتيجة المواد الغنية بالبروتينات حيث يعمل الجلد على حمايته وترطيبه لكن في حال كانت الأغذية غنية بالبروتينات فإن الدهون تصبح أكثر سماكة وتسرع من الشيخوخة أما المواد التي تحتوي على كميات قليلة من البروتينات فهي الزبدة وجزء كبير من الخضار والفواكه بالإضافة للتوت والفطر والفطر الأبيض الذي ينتج مواد مضادة للأكسدة مما يبطئ الشيخوخة يعني ما قالوا امتنعت قالت بكميات قليلة هو هاي الفكرة نفس الشيء مصطلح الأكل الصحي لما نقول أكل صحي معناه نفس ما نروح بعض
هذا جمعيات او سوبرماركتات تلاقي مكتوب قسم الاكل الصحي، هل معناه ان الباقي اكل غير صحي؟ لا يا جماعه، كله عباره عن اكل زين. ولكن مثلا خلينا نقول الخبز لو كانت منه شريحه او شريحتين ما يعتبر اكل، ما بيضرني، ولكن اكل خمسه خبزات ورا بعض وادهنهم زبده وادهنهم مربى فراوله، الله حلو مربى الفراوله الصبح صح؟ ما ادري الذبابه يعني من النوع اللي تعيش على التفاح. ذكرتيني والله برواية لصديقنا عبيد إبراهيم وملحة، كاتب رواية اسمها الذبابة، فجيت سألته قلت له عبيد شو تقصد بالذبابة؟ قال لي هنالك بعض الناس مثل الذباب مزعجين. قلت له يا أخي عبيد أنا عندي سؤال اللي يدور في بالي، هذه الذبابة يعني كل شيء رب العالمين خلقه لسبب معين صح؟ زين ليش هي؟ ابغي افهم الذبابه شو فايدتها، شو فايده الطن الزن هذا الازعاج هذا زين اليوم لا ترى الذبابه سبحان الله يقول لك تنقل لنوع من انواع ما اعرف تؤدي وظيفه معينه بندور عليها ان شاء الله في الفاصل شو وظيفه الذبابه، ولكن ذبابه الفاكهه وايد مفيده ترى مفيده في شو؟ ذبابة الفاكهة تنقل مو بتطلع، تنقل شيء بين الفواكه بعد، هاي غير الذبابة اللي هنا البيت، ترى ذبابة الفاكهة مختلفة تماما عن الذبابة اللي هنا البيت احنا نضربها نضربها في البيت، لا هذه مختلفة تماما تعيش على الفواكه ما تكون موجودة عندنا. اليوم يعني انا ما احب اقول هالكلام على الإذاعة، لكن في المكتب اشوف يعني الموظفات عندنا عندهم أزمة. ليش؟ كانت في ذبابة 3 سنتيمتر يمكن موجودة في المكتب. فقوطي كنالكس وحلينا الموضوع الحمد لله أهم شيء. قوطي كنالكس يحل جميع المشاكل في البيت، الذبان والنمل كل شيء. عموما ما يطلع فاصل، بعد الفاصل إن شاء الله ما تواصل معكم مستمعين الكرام، أرقام التواصل معنا 600-55-1414 ورسائل نصية على 4006 ولايف على نور دبي، فاصل وراجعين. صحة وسعادة، سعد الله اوقاتكم مره اخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحه وسعاده، هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئه الصحه بدبي بالتعاون مع مؤسسه دبي للاعلام وعبر اذاعتكم المميزه دائما اذاعه نور دبي. ارقام التواصل معنا 600-55-1414 ورسائل نصيه على 4006 وموجودين لايف على نور دبي على الانستغرام. طيب دكتوره عرفتي شو فائده الذباب ولا؟ شوف هاي تذبا ما انت قلتي بتدورين في الفاصل وي ما دورت في الفاصل. ادري مو يعني ليش سالتك مره ثانيه، سمعت انك تناقزي شويه عند ايمن شويه عند مير وما دورتي، بس ايمن خبرت قال لك المعلومه تدور نعناع في الفاصل. النعناع على طاري الذبابه، انا خبرت عن سالفه، كانت في ذبابه انا ما بمربنا بس خليته في الغرفه، هذه ايام الجامعه زين، كان عندي كورس الساعه 8 يبتدي الصبح الصبح زي. وهذه ماتي الا سبحان الله الساعة 5 تي عند اذني توعيك توعيني انا ايش اصلي اخلص كذا واطلع على الكورس، فما كنت اتاخر، اول كورس الجامعة ما اتاخر عليه كنت، فتمت مسكينة 3 شهور في الغرفة ظني ما شاء ربيتها انت ايه، فخليتها اهم شيء توعيك حق صلاة الفجر اهم شيء، كانت مؤمنة زين. عموما نرجع لموضوع هيئة الصحة بدبي، حققت قفزة جديدة على صعيد إنجازاتها العالمية، وأضافت الهيئة اعتمادات دولية مهمة لكل من مستشفى راشد ودبي إلى جانب جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية اللي حصلت على اعتماد المستوى السادس في معيار أمرام لجودة تقنيات الملفات الصحية في المستشفيات، وهذا لأول مرة على نطاق مستشفيات الإمارة ويمكن على مستوى الشرق الأوسط بالنسبة للمراكز الخاصة بالرعاية الصحية الأولية. طبعا اعتماد أمرام ينضم إلى سلسلة الاعتمادات الدولية والاعترافات العالمية اللي حصلت عليها منشآت هيئة الصحة بدبي ومراكز الرعاية الصحية الأولية المتخصصة، وأبرزها الاعتماد الدولي GCI. الإعلان عن هذا عن هذه القفزة تم خلال أعمال الدورة السابعة لمؤتمر نظم المعلومات الصحية همس الشرق الأوسط اللي انطلقت في دبي أمس بحضور معالي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي معالي حميد القطامي، حيث تم تكريم مستشفى راشد دبي ومراكز الرعاية الصحية الأولية اللي ضمت مراكز، شو هي المراكز دكتورة؟ البدع، البرشة، الخوانيج، اللسيلي، الممزر، المنخول والمزهر، الطوار والصفا ونادي الحمر ونادي الشبا والزعبيل.
كما تم تكريم مجموعة من المستشفيات الحكومية والخاصة من داخل الدولة وخارجها التي حصلت على اعتماد امرأة. طبعا حول الانجاز المهم يسعدنا ان يكون معنا على الهاتف الدكتورة منال تريم المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة في دبي. صباحك ورد دكتورة منال. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكم. اهلا فيك ومبروك عليكم هذه القفزة الجديدة والانجاز الاضيف لانجازات قطاع الرعاية الصحية الأولية في دبي. كورين، ونبارك لهيئة الصحة وحكومة دبي على هذا الإنجاز، وإن شاء الله دائما نكون من إنجاز لإنجاز يا رب. إن شاء الله يا رب. دكتورة، نحن في البداية قبل أن ندخل في هذا الاعتماد وشو أهميته وين وصلنا، يعني البارحة نحن تطرقنا له على عجالة مع الأخت أماني الجسمي، ولكن قبل أن ندخل في هذه التفاصيل أنا بس أبغي يعني أنوه وأعرف الجمهور، خاصة نحن عندنا بعد الآن بثنا وصل مدينة العين، فنبغي نعرف بمراكز الرعاية الصحية الأولية وعددها وخريطة انتشارها في إمارة دبي. طبعا نحن عندنا المراكز الرعاية الصحية الأولية تقدم خدمات رعاية صحية لأفراد المجتمع في مناطقهم السكنية، تقدم خدمات طب الأسرة وخدمات تخصصية وطب الأسنان، وفي عندنا بعد مراكز تفتح 24 ساعة لاستقبال الحالات الطارئة، وفي عندنا بعد خدمات تقدم عن طريق قطاع المستشفيات لكن في مراكزنا الصحية لتسهيل الوصول للخدمة وتقريب الخدمة من أفراد المجتمع. تقسيم المراكز الصحية يكون عن طريق التخطيط لمدينة أو لإمارة دبي بالتعاون مع بلدية دبي، يكون لما يكون في توسعة في المناطق السكنية اللي في الإمارة دائما يكون في حرص على أن نوفر خدمات حكومية فيها، من بينها خدمات الرعاية الصحية الأولية، فيكون الموضوع مدروس مسبقا بيننا وبين بلدية دبي، ويتم تحديد المواقع اللي نفتح فيها خدمات رعاية صحية الأولية على حسب التعداد السكاني والتوسعة السكانية في هذه المنطقة. الحمد لله حاليا عندنا 13 مركز مع مرتقى الأسرة، وفي خطة أن نفتح 3 مراكز جديدة على 2018-2019، راح يكون عندنا مركز إضافي يعني هذا الرابع، و2020 بيكون عندنا إضافة 3 مراكز زيادة عليهم، يعني 7 مراكز لين سنة 2020 بإذن الله. إن شاء الله، ممتاز. دكتورة منال، تعطينا نظرة على مجمل الإنجازات العالمية اللي تحققها قطاع الرعاية الصحية الأولية مثل جي سي آي، آيزو، البورد وغيرها. طبعا أي خدمة تقدمها سواء كنا حكومة أو قطاع خاص لازم يكون في عامل الجودة، والجودة دائما أن نحن نحرص على الحصول على الاعتماد الدولي على أساس أن نتأكد من تطبيق المعايير العالمية الدولية في تقديم هذه الخدمة. فالحمد لله احنا تمكننا من ان نحصل على اكبر شبكة لقطاع رعاية الصحية الاولية عالميا بالاعتماد الدولي الجي سي اي اي عالميا. نحن اكبر شبكة، واهمية وجود الشبكة هو ان توحيد الاجراءات بين كل مراكز الرعاية الصحية الاولية والمستشفيات، فالمتعامل لما يروح لاي مركز يحصل نفس جودة الخدمة مثل ما يحاول يتلقاها من مركز ثاني. جميل. فكان هذا أول اعتماد. الاعتمادات الثانية هو أن مراكزنا كلها حصلت على 6 شهادات عالمية من الآيزو، وهذه بعد تضيف إلى جودة الخدمات الإدارية وإدارة المخاطر اللي عندنا في المراكز الصحية. والبارحة الحمد لله حصلنا على الاعتماد الإمارة في تطبيق الملف الإلكتروني الشامل. طبعا نحن كنا في الليفل الثاني المستوى الثاني وقفزنا للمستوى السادس مع دخول أو بدء تطبيق برنامج سلامة، وإن شاء الله الخطة مستمرة على أساس أن نحن نتوصل للمستوى السابع العام القادم إن شاء الله. يعني في بعض إن شاء الله في بعض الخدمات مثل الخدمات المنزلية مثل خدمات التطبيق عن بعد اللي تحتاج وقت سنة من التطبيق ومن تجميع النتائج عشان نقدر أن نحن نقدمها للمستوى السابع. طبعا مثل ما أنتم عارفين البرنامج سلامة برنامج هو صحيح جديد لكن قدم خدمات كثيرة وتسهيلات كثيرة للمتعاملين وأيضا للموظفين، وهذا تطرقت الأخت أماني في لقائها البارحة، وإن شاء الله نحن بعد مستمرين في التميز على أساس أن نحصل على شهادات أكثر مثل خدمة المتعاملين
مثل الاعتمادات الكندية وغيرها من الاعتمادات اللي بنحاول أن نحن على نهاية هذه السنة أو بداية السنة الجاية أن نحن نحصل عليها. ممتاز دكتورة. على طاري خدمة المتعاملين، أنتم يعني قمتم بالعديد من المبادرات والعديد من الأشياء اللي طلعتوها بالنسبة لي يعني رفع مستوى رضا المتعاملين. أنا أبغى أتطرق لبعض هذه المبادرات اللي قدمتوها. طبعا احنا قدمنا مبادرات كثيرة، منها مبادرات تصب في تسهيل الخدمة، تصب في سهولة الوصول للخدمة، تقليل الإجراءات الإدارية، التحول الذكي لبعض الإجراءات، توصيل الخدمات للمتعامل وين ما كان مثل الخدمات المنزلية عوضا على أن المتعامل يجي عندنا، توفير بيئة سليمة وصحية ومتميزة للمتعاملين وللموظفين أيضا. طبعا هذا التطور مستمر، يعني ما يوقف عند حد معين، والخطة موجودة وما زلنا في تطوير الخدمات كثر ما نقدر. الخدمات اللي نقدر أن نحولها لخدمات ذكية أو أتمتتها قاعدين نحاول أن نوصل لهذه المرحلة. حتى الخدمات اللي ممكن إنجازها عبر الهاتف الذكي أو تطبيق ذكي قاعدين نحاول أن ندخله في تطبيق صحتي أو التطبيق الجديد اللي مرتبط في برنامج كلام اللي هو اسمه ماي تشارت. فقاعدين نحاول أن نسهل على المتعاملين الوصول للخدمة. بعض المعاملات اللي كان تستغرق كذا يوم قاعدين نحط لخطة أن تسريع الإجراء على أساس أن المعاملة تخلص بوقت أسرع من الأيام اللي متوفرة. طبعا هذه خطة متكاملة جاري العمل عليها، وحتى بعد إنجازها نعمل على تطويرها أكثر وأكثر على أساس أن المتعامل يحس بأن الخدمة قاعدة تتطور من غير انقطاع. جميل. طيب دكتورة، أنا هني يعني أحب أشيد بدور المتعاملين حقيقة في إنجاح جميع المبادرات اللي تقدمها الهيئة، لأن هم الأساس اللي دائما نحن ما نسعى إلى إسعادهم وتوصيل هذه الرسالة اللي نبغي أن يعني من خلالها نقدم خدمات مميزة لهؤلاء المتعاملين وأيضا وصول لمجتمع أكثر صحة وسعادة. رسالة تبغين توجهينها للمتعاملين شو هي دكتورة؟ نحن المتعاملين عندنا هم أساس التطوير، يعني هم سبب التطوير عندنا. احنا عندنا لجان في قطاع الرعاية الصحية الأولية أعضاءها كلهم ممثلين من المجتمع، كل واحد يمثل المركز اللي هو فيه، يعني المنطقة اللي هو ساكن فيها. على سبيل المثال عندنا ممثلين من منطقة بعبيد، عندنا ممثلين من الصفا، منطقة الصفا، هم كلهم ممثلين متعاملين. نعم. متعاملين أيوة، مش موظفين. زين ممتاز والله. هل مثل مجلس الشيوخ مال الفريج؟ طبعا اكيد. بس هم المراجعين اللي يجون الحين اذا انت ما سمعت لهم ما بتعرف شو اللي هم يعانون منه او شو افكارهم. عندنا متعاملين يمثلون فئه اصحاب الهمم، عندنا متعاملين من الامهات، من العاملين، النساء العاملات، الرجال، المتقاعدين، الشباب. فنحن نسوي حلقات للمتعاملين نجتمع وياهم. وآخر حلقة سويناها عصف ذهني حضرها معالي حميد القطامي، فالحلقات هاي توصل لأكبر مثل ما تقول decision maker، يعني المتخذين القرار في الهيئة يستمعون لأفراد المجتمع. عندنا برنامج وصل صوتك، عندنا برنامجكم أنت الإذاعي، ففي قنوات عديدة يقدر المتعامل يتواصل معنا فيها. قيادات في خدمتكم بعد واحد من السبل اللي يقدر المتعامل يتواصل معنا. عندنا الكول سنتر اللي هو مركز الاتصال على سبيل المثال، بعد ممكن المتعامل اللي يتواصل معنا. ممكن يتواصل عن تطبيق ماي تشارت. المرضى او المتعاملين اللي ينزلون في موبايلاتهم ماي تشارت يقدر ان يراسل الطبيب اللي شافه، والطبيب يرد عليه عن طريق الايميل. وقريبا إن شاء الله بعد ما يتم تطبيق سلامة في كافة المستشفيات والمراكز الرعاية الصحية الأولية، راح نفتح خاصية التخاطب التلقائي، مثل أنه يقدر يتواصل مع الطبيب مالي عن طريق الهاتف، بس هي مو تعتبر مكالمة، كلها عن طريق التطبيق الذكي. ففي عدة طرق يقدر المتعامل يتواصل فيها معنا كطبيب أو كإدارة أو كقيادة في هيئة الصحة، ويتم الرد عليه فوريا يعني، أو خلال يومين عمل أو نفس اليوم.
فدور المتعاملين دورهم كبير، هم اللي اصلا يتلقون الخدمه، هم اللي متواجدين في المراكز، وهم اللي يعني يقدرون يخبروننا شو الاشياء اللي نقدر نطورها في الخدمه، فدورهم جدا كبير في تطوير خدماتنا. والله نعيبني هذا، هاي فكره شو اسمه التواصل مع الطبيب. لا لا، الفكره ان في كل فريج او في كل منطقه سوري يعني ان في مجلس للمتعاملين، شغله جميله جدا. نحن حتى اي حد يقدر يرشح نفسه لهذا المجلس دكتوره؟ طبعا ايوه، عن طريق مديره المركز. نحن حتى لما وضعنا سوينا جلسه عصب ذهني قبل اسبوع لوضع الخطه التشغيليه 2018، كان في عندنا ممثلين من المجتمع معنا عشان لوضع خطتنا التشغيليه. دكتوره الحديث معك يعني جميل جدا، والخدمات اللي تقدمونها جدا جليله. نحن حبينا بس نعطيكم يعني جزء بسيط من العمل اللي يقومون فيه الاطباء والعاملين في قطاع الرعايه الصحيه الاوليه. انا ما اقول هذا الكلام قدامك، لكن بالفعل انه دائما حتى في ايام الاجازات اللي هي الجمعه والسبت الويكند، انتم ما شاء الله متواجدين، عندكم الكثير من الفعاليات اللي تقومون فيها. نتمنى لكم التوفيق، ونتمنى لكم حصد المزيد من الجوائز والاعتمادات الدولية اللي أكيد تساهم في رفع جودة وتميز الخدمات اللي تقدمونها. شكرا لك يا دكتورة. شكرا لاهتمامكم. إذن كانت معنا الدكتورة منال تريم، المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة بدبي، حدثتنا عن العديد من الجوانب الخاصة بخدمات الرعاية الصحية الأولية. بس ما تكلمت عن البرشة. عن ممثلين المجتمع محمود. احنا عندنا فعلا ممثلين مجتمعنا، كم مرة اقول انه انا دكتورة يعني ابغي بس اخذ الفكرة هذه من صوبك انت بس بعد الفاصل، لان تأخرنا وايد على الفاصل. نطلع فاصل بعد الفاصل ما تواصل. صحة وسعادة. سعد الله اوقاتكم مره اخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحه وسعاده. ارقام التواصل معنا 600551414 ورسائل النصيه على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الانستغرام. طيب دكتور قبل الفاصل انا قاطعت، سامحيني اساس انا بس نطلع الفاصل، لكن الحين اكملي موضوع عن ممثلين المجتمع. هم عباره عن شو؟ انا دائما حتى في وسائل التواصل الاجتماعي دائما اعلن ان في شيء اسمه ممثلين المجتمع. هم ناس متعاملين تابعين للعياده المعينه، مثل عياده البرشه في متعاملين يتابعون عندنا، لكن هالمتعاملين نلمس فيهم انهم متعاملين نشيطين. كيف نشيطين؟ تلاقيهم دائما يعطون اقتراحات تساهم في تحسين الخدمه، مو بشكاوي. في فرق بين المتعامل يشتكي وايد بين المتعامل يعطي اقتراحات. دائما تلاقيه مثلا زائر متكرر للعياده يعطي اقتراحات، هو نفسه يكون نشيط خارج العيادة. مثلا تلاقي متطوع في جهات أخرى، عنده نشاطات لا علاقة بذوي الهمم وغيرها. فهذيل الناس تم اختيارهم حسب معايير معينة عشان يكونون ضمن ممثلين المجتمع في العيادة. هذيل نشتغل معاهم مرة كل شهرين. أنا في البشرة صراحة كريمة، أشتغل معهم مرة كل شهر، أستانس في القعدة معهم ويمثلون. نحرص أن يعني يكونون من مختلف فئات المجتمع. كيف؟ مثلا في البشرة إحنا عندنا واحدة ربة منزل ما تشتغل، عندنا واحدة مهندسة، عندنا واحدة هي مريضة للتصلب اللويحي المتعدد وتشاركنا تجربتها في كيفية أنها تغلبت على المرض، وعندنا واحدة عندها طفلة من ذوي الهمم. اختلاف الثقافات أو اختلاف قطاعات المجتمع اللي تمثلها هالشريحة يعطينا مختلف أنواع الاقتراحات اللي تساهم في تحسين خدمات المراكز. فأنتوا تابعين إلى أي عيادة تحسون أن عندكم القدرة، عندكم اقتراحات، تبون تحسنون النظام الصحي، عندكم ملاحظات ممكن أن تعطي قفزات. حتى ترى مرات مو لازم يكون اقتراح كبير يا جماعة. إحنا لما كنا نختارهم كانوا يقولون بس دكتور أنا ما عندي اقتراح كبير. الفكرة مو بحجم الاقتراح، ممكن يكون اقتراح صغير لكن أثره كبير. حتى اقتراحات بسيطة مثلا ممكن نحرك الطاولة من هالصوب لأن هالصوب يخلي المرور أسهل في العيادة، يخلي مكان أوسع، يخلي المتعامل مرتاح أكثر. إذا حسيت أنه عندكم اقتراحات ممكن تفيد توجهوا لمديرة المركز، قولوا أنا أبقى أكون من ممثلين المجتمع في عيادتكم وتحضر. بس نطلب منكم شيء واحد، الالتزام بحضور الاجتماعات اللي هي مرة كل شهرين. بس نفضل جدول لأن إحنا أحيانا نعاني أن الناس كل جدولها مسحوم وما تحضر، بالتالي نفقد هذا التواصل معاكم. مرة كل شهر
يلزمونكم تحضرون وتعطونا الأشياء المفيدة اللي إحنا نبغاها عشان نطور الخدمات. أنزل أنت حطيتي الحين بس بعض النماذج اللي ممكن تختارون فيها الممثلي هذه المجالس. ماشي واسطات يمين يسار؟ فاكم طيب أنا واسطتي في كل العيادات. بعد تسوين واسطة. زي عموم دكتورة هني. أبغي أتكلم عن بالنسبة للي حاب يدخل هذا المجلس شو لازم يسوي؟ هل يتواصل معاكم دايركتلي أو مع مديرة المرحلة؟ بس يروح لمديرة العيادة ويقول لهم أنا بكون من ممثلي المجتمع، أعطيكم اقتراحاتي، حتى ممكن بعض نشيطين جدا لدرجة يقول لك أنا أعرض خدماتي، تبوني في العيادة باي بخدم كبار السن، بخدم ذوي همم، إحنا ما نطلب منكم وايد، بس أهم شيء يكون عندهم اقتراحات ممكن تساعدنا في تحسين خدماتنا. فروح لمديرة المركز وقول أبغى أكون ممثل المجتمع عندكم، الباب مفتوح للجميع، ما نطلب من أي حد، ما عندنا شروط صعبة، ولكن تكونوا نشيطين وتحضرون اجتماعات فقط. انزين شكرا لك دكتورة. طيب الحين ما اتكلم على موضوع اخر دكتورة، موضوع يمكن الكثير من الناس يعني عندهم مشكلة انه ممكن يتحسس من انواع من الاكل. صح. انه شو الفرق بين حساسية الاكل وبين الاكل ما يناسبني او عدم قابليتي؟ تسأليني ولا تسألين عمرك؟ لا اسال جمهور. شو الفرق يعني؟ في وايد ناس احنا وايد يينا تفكيرات خاطئه او فهم خاطئ لهالشيء، افكار خاطئه. شكرا محمود، ادور الكلمه انا زين. في وايد ناس يراسوا يقول دكتوره لما اكل مثلا خس يصير مثلا غازات في بطني، هل معنى ان عندي حساسيه من الخس؟ لا، هذا ليس معناه في حساسيه، عندك حساسيه من الخس، ففي مفهومين مختلفين لازم انا افهم شو معنى الحساسيه وشو معنى عدم ملائمه او عدم تقبل جسمي لنوع من انواع الاكل. قبل هذا شو الاعراض دكتوره مال الحساسيه؟ اذا انا يعني ممكن عندي حساسيه من نوع من الاكل، حد من البيض يعني، هذه شائعه يعني. ممتاز. الحساسية دائما تكون أساسها مناعي، يعني جهاز المناعة مالي يحارب هذا النوع من الأكل لأنه يعتبره دخيل، ولكن عدم ملائمة الأكل أو أن ما أتحمل نوع من نوع الأكل ما يكون مناعي، ما يكون جهاز المناعة عندي ما يشتغل عشان يحارب هذا النوع من الأكل. بالتالي تكون أعراض دائما مختلفة. الحساسية دائما أعراضها تكون شديدة، يكون في تكرمون إسهال، ألم شديد في البطن، يكون في حكة، يكون في إحمرار، يكون في حبوب، ودائما شدة الأعراض تزيد كل ما تعرضنا للأكل أكثر. مثلا لو أنا عندي حساسية مثلا من الفول السوداني، أشهر حساسية نوع من حساسية الأكل فول السوداني، لو كلت أنا حبتين ممكن يكون عندي حكة خفيفة، لو كلت كيس من فول سوداني ممكن يكون عندي إسهال، ممكن يصير عندي ربو، ممكن تتسكر عندي القصبة الهوائية. ولكن عدم ملائمة بعض الأطعمة لنا، مثلا اللي عندهم مثلا ما عندهم لاكتوز، الانزيم اللي يهضم لي الحليب، في انزيم يهضم الحليب اللي يهضم اللاكتوز في الحليب، اذا انا ما عندي هاي، مو انا ما عندي حساسيه من الحليب، انا ما اتحسس منه، ولكن ما عندي الماده المسؤوله عن هضم هذه الماده، بالتالي تصير عندي نفخه، تكون الاعراض اخف، نفخه، احس ان معدتي مو مرتاحه، احس عندي سوء هضم، غازات. بالعاده معظم الناس توصفها انه غازات، بس ما يكون في رده فعل الشديده وما تزيد مع الوقت، يعني مثلا مو هالمره صار عندي نفخه، المره الجايه ممكن يصيبني اسهال شديد، ما تتطور الاعراض بهالطريقه. ريوق بيض على الصبح بشكل يومي هل في ضرر؟ ليس في ضرر ما دام ليس مقلي. البيض مثل ما تقول دائما دكتورة فعايش الله يذكرها بالخير، لا يرفع الكوليسترول إلا إذا أخذتوه مقلي، أخذوه مفور، أخذوه إك بنديكت بوتشت، يعني يكون مفور في الماء وتاكلونه، بس ما يكون مقلي، وكلوه كامل صفار مع بيض بوتشت. Thank you. So, دكتورة طيب الحين هل في إمكانية بعض التحاليل اللي في الدم ممكن نحن نعرف إذا كان عندنا حساسية من أنواع معينة من الأكل؟ نعم، في تحليل موجود في الهيئة اسمه Food Intolerance Test. التحليل يبين هل أنت عندك حساسية من نوع من أنواع الأكل، ولكن
هاي رسالة وايد مهمة يا جماعة، مو بأي حد. أنا أصير والله أنا شاكة مثلا إنه ممكن أنا ما أتحمل الحليب بس يبى أسوي التحليل. التحليل مكلف جدا جدا جدا، تقريبا 3000 درهم يكلف للشخص الواحد، فإحنا ما نسوي إلا لبعض الحالات. فالمرضى عشان يميونا ما يزعلون، إحنا دائما نشرح لهم شو الحالات. الحالات المرضية الشديدة مثلا ناس عندهم إكزيما أو حساسية جلد شديدة ما تستجيب للعلاج، فإحنا نشكل إن احتمال الأكل هو اللي قاعد يهيج الجسم، بالتالي ما قاعد يستجيب. الربو اللي ما تستجيب للعلاج فترة طويلة، يعني شلنا كل الأسباب الأخرى، هي على بالنا احتمال إن الأكل يكون سببه. ولكن الحالات العادية مثلا الأطفال، الأطفال لما يكون عنده طفل عمره 6-7 سنوات عنده سوء تغذية، يعني الأم تقول يأكل كل شيء، مع هذا وزنه مثلا ما يزيد، جسمه ضعيف، دائما تعبان، دائما مريض، نسوي له حساسية الأكل، بس ما يتسوى لجميع الناس، لأن مثل ما قلت لكم مكلف وايد، وما في دراسة تثبت إن أنا لو سويت لك التحليل ونتائج طلعت، لو امتنعت، لأنت شفت ما شفت التحليل محمود، نتيجة متطلع ترى 4 صفحات طلعت نتيجة، لو تقرأ نتيجة التحليل تحس إنك ما بتأكل ولا شيء، عندك حساسية من كل شيء. فعشان شيء نسوي بس للحالات الشديدة اللي تستوجب هذا التدخل، عشان مثل ما نقول ننقذ حياة الإنسان. يعني في حساسية بعد من الحشرات، الحساسية ترى ما لها نهاية، وفي حساسية من غير سبب، يعني في حساسية تطلع ما لها سبب، لا علاقة بالأكل ولا بحشرات ولا بغبار ولا بطلع نباتات ولا بنوع من نوع المحسسات العادية، تطلع فجأة وتروح فجأة. هاي بالعادة احنا نسويها diagnosis of exclusion، يعني انا امسك ورقة وقلم وقول حق مريض عندك حيوانات، عندك حساسية من أكل معين، عندك عندك عندك، يطلع كله لا أو نيجاتيف، على أساس أبنين هاي حساسية of unknown origin أو ما لها سبب معين، تروح وترد، وبالتالي علاجها أدوية الحساسية المعروفة. طبعا يعني في قرصات البعوض، الذباب أحيانا ممكن يسبب حساسية. تعرف الحساسية أشهر حساسية النمل والصراصير، هي حساسية الصراصير. انت تعرفين ان الصرصور اذا لمس جسم الانسان يروح بعيد ويغسل نفسه مرة ثانية؟ الانسان ولا الصرصور؟ لا الصرصور يغسل نفسه. يا سبحان الله. ان احس ان اخر الزمان هذا محمود، الصرصور يغسل نفسه. لا هذه علميا مثبتة اصلا. ها؟ والله ما ادري عاد. يقول عموما دكتورة، يعني بالنسبة للحساسية بشكل عام إذا ما نتكلم عنها، نحن نتمنى أن كنت دائما تقولين أنت أن الواحد يكتب الأشياء اللي يأكلها يوميا. بالضبط، هاي هي الخطة العلاجية. لما الشخص يقول أنا أحس أكل مثلا، وحدة صديقاتي أمس تقولي ندى أتوقع عندي حساسية من السلطة من الخضار، ليش؟ تقول بعد ما أكل السلطة أحس عندي نفخة بجسمي. أسهل طريقة عشان أعرف قولون أنا يمكن عندها واحدة من العلاج، ممكن يكون عندها قولون، ممكن يكون عندها قولون عصبي. القولون العصبي جدا يتهيج بنوع من أنواع الخضروات. هذا محمود صار دكتور ما شاء الله من كذا ما يستضيف أطباء. رقم اثنين، شو تسوون يا جماعة؟ العلاج اللي أنا أوصفه حق عمري أحسن من العلاج أنت توصفه لي، شو رأيك؟ هذا على هو الحين. العلاج اللي توصفه حق نفسك؟ هي. بنسوي تحدي، بخلي يوصف حق نفسه علاج لمدة شهر عقب ما اكتب، بشرط ما تكتب نفس العلاج كتبت لك اياه قبل. المشكلة انا صار لي شهر مريضة الحين من العلاج مالك. يعني هم لأنك ما دخل علاج مالي عشان شيء. ترى يا جماعة الخير لحد لحد يحطه في باله. لا لا يجون بعض الناس يعني أحيانا على السوالف يزعلون. يدقهم حساسية مثل حساسية الأكل. فشو كنا نقول محمود عن فكان تقول عندي حساسية من السلطة، شو الطريقة إن أنا أعرف هل فعلا أنا أتحسس أو أنا لا يلائمني نوع من نوع الأكل أو لا؟ يا جماعة افصلوا، يعني خلوا أسبوع واحد مثلا، هذه كانت تقولي عن السلطة، باتش مثلا اليوم فقط خيار، سلطة فقط فيها خيار، هل تظهر عندكم الأعراض أو لا؟ باكر يكون فيها خس، ورا باكر يكون فيها نوع من نوع الخضروات الأخرى. هو يعني يعتمد على الإكسكلوج، يعني أنا ألغي أمسك نقطة نقطة وأبدأ ألغيها، هل يسبب لي أعراض أو ما يسبب لي أعراض؟ وصراحة هذه أفضل طريقة، لأن أنت تشوف ردة فعل نفسك، ردة فعل جسمك لهالمكونات. فسوها الطريقة يا جماعة إذا شكيتوا، طبعا استشور طبيب العائلة قبل ما إذا شكيتوا، إذا حسيتوا أن الأعراض مثلا شديدة أو أن ما بعرفين بالضبط شو السبب اللي يسويكم الحساسية، طبيب العائلة موجود دائما لخدمتكم أكيد. طيب عبد الرحمن الحصاي يصبح عليكم، يقول شو رايكم في الجول؟ اي جول؟ اي جول في مباراة؟ في القول يمكن. اي قول؟ بعد اي قول؟
أي قول. خبرني عنه. عموما دكتورة، آخر شيء نبغي نقوله بخصوص إحنا بنقول عن آخر شيء بما كنا نقول عن طبيب العائلة محمود، بس رسالة صغيرة بنعطيها. في وايد ناس ممكن ما يعرفون أهمية طبيب الأسرة. تلاحظوا إحنا دائما اللي بنقول عن أي موضوع نقول استشر طبيب الأسرة، زر طبيب الأسرة، ما يقدرون قيمة طبيب الأسرة. طبيب الأسرة عبارة عن كنز من المعلومات، قاعد في مكتبة أو في عيادته لكم أنتوا. طبيب العائلة ليش هو كنز؟ أول شيء أسهل وصوله من أي تخصص آخر. بالعادة طبيب العائلة ما تحتاج لترى موعد. وإذا أعطى وصفة غلط؟ لا، ما في طبيب يعطي وصفة غلط حليلة. لا، ما في وصفة غلط، هاي نقطة. تشخيص غلط. بعد ما في تشخيص غلط محمود. هناك اختلاف في المدارس او اختلاف في الاراء. مثلا حتى ترى التشام البسيط ممكن انا اقول لك محمود ما نحتاج ولا شيء، بس ما غير ما يملح. دكتور ثاني يقول لك لا خذ ادويه هستامين، دكتور ثالث يقول لك لا والله يبالك مضاد. هي اختلاف مدارس، ولكن بالعاده ما في شيء راح يضر المريض، هو اختلاف وجهات نظر. وترى محمود هاي نقطه مهمه، ليش؟ المرض ترى يتطور. ممكن لو انت حنيتني اليوم قلت لي دكتور انا احس ان حلقي مثلا يعورني، انا افحصك ما تشوف في شيء، الاقي بس احمرار بسيط، فاقول لك محمود ما يبالك شيء، يمكن بس ادويه الحساسيه. بعد يومين تروح عند الدكتور يقول لك لا محمود لوزك ملتهبه وفي صديد ويبالك مضاد. تقول شو دكتور انا تشخيصه غلط؟ لا، ولكن المرض عندك انت تطور. يعني صار من شيء، حتى لما يجينا الناس يقول دكتور يد قبل يوم عند الدكتور وصفي علاج غلط، كيف؟ ما قال والله لوزي ملتهبه، يمكن فعلا لم تكن ملتهبه هذيك الحزه. فالمرض يتطور، فالمهم انتم استفيدوا من طبيب الاسره. طبيب الاسره هو خط الدفاع الاول. خط الدفاع الاول، جهزوا اسئلتكم. ايه، لكن مع ذلك يا جماعه الخير انا مع الناس اللي يعني يستشيرون اكثر من طبيب. المفروض لا تسوين شيء في وجهك، لان بامانه في بعض الاحيان قد يكون هنالك مثل ما ذكرت الدكتور اجتهاد كذا كذا، لكن بعد ما في مانع اني انا استشير طبيب ثاني. مو في كل شيء محمود، مو في كل شيء. يعني في يعني حد ممكن يشخص الربو زين عند طفل ان عنده ربو، ويوم تروح عند طبيب ثاني شخص انه كان لا عنده فيروس معين، هذا الفيروس فايح وكذا وغيره. اي بس ممكن الفيروس عطى صوت الربو. لا، متى تستشير طبيب اخر؟ شوف انا نفسي دائما اقول المرضى اذا ما ارتحت للطبيب روح طبيب اخر. في شيء اسمه دكتور شوبينج، هذا خطر يا جماعه، ان ادور على 4 دكاتره مختلفين نفس التشخيص. التشخيصات الكبيره اللي تاثر في حياتكم روحوا لطبيب اخر، خذوا سكند وثيرد اوبينيون، بس اكثر عن شيء مو في كل شيء. شكرا دكتورة. وصلنا لختام حلقتنا اليوم. توجه بالشكر حق ميرا الاغصلي وايمن سرحي والدكتورة ندى الملا، وحتى نلقاكم ان شاء الله في الغد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.